أبو الأسود الدؤلي الكناني، مؤسس علم النحو، العلامة الكبير قاضي البصرة، واسمه ظالم بن عمرو، طغت كنيته على اسمه فاشتهر بها. ولد في أيام النبوة على الأشهر، قرأ القرآن على عثمان وعلي، وقرأ عليه ولده أبو حرب ونصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر. أمره علي رضي الله عنه بوضع شيء في النحو لما سمع اللحن في كلام الناس، فأراه أبو الأسود ما وضع، فقال علي: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت. ومن هنا جاءت تسمية النحو. هو أول من وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحرف الرفع والنصب والجر والجزم، فأخذ ذلك عنه يحيى بن يعمر. وهو أول من نقط المصاحف وأخذه عنه الخليل بن أحمد. وكان أبو الأسود مشهوراً بالفصاحة، قال عن نفسه: إني لأجد للحن غمزاً كغمز اللحم. وقال الجاحظ: أبو الأسود مقدم في طبقات الناس، كان معدوداً في الفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحاة. توفي أبو الأسود في طاعون الجارف سنة 69 في البصرة، وعاش 85 سنة.